عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة العملي، إن شاء الله راح نتناول بهذه المحاضرة هو تجربة اختبار حد اللدونة اللي هو البلاستيك ليميت تيست، اللي يسمونه اختبار حد البلاستيك أو حد اللدونة. احنا سبق وتناولنا ضمن الأساسيات الرئيسية للحدود الثلاثة لحدود التربة أو الليميتنج الخاصة بحدود التربة اللي هن الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرنكج ليميت. تناولنا بالمحاضرة السابقة شلون انه احنا نجري عملية تجربة حد السيولة، وان شاء الله بهذه التجربة راح ناخذ حد الليونة. نقصد بذا فاندمنتال كونسبت اوف بلاستيك ليميت اللي قدمناه احنا مسبقا، شرحناه مسبقا بالمادة النظرية اللي هو قلنا شنو هو بصورة عامة الشرنكج ليميت او بلاستيك ليميت او ليكويد ليميت، هو عبارة عن ووتر كونتينت، هو عبارة عن محتوى مائي بالكامل يعبر عنه كنسبة مئوية، لكن هذا البلاستيك ليميت هو محتوى مائي يغير حالة التربة. البلاستيك ليميت هذا the plastic limit is defined as the moisture content، محتوى مائي يعبر عنه كنسبة مئوية بيست at which the soil will just crumble، تتحول من يا حالة من حالة البلاستيك ستيت اللي راح يتحتشينج from plastic state to semi-solid state، يعني من الحالة اللدنة إلى الحالة شبه الصلبة، هو هذا حد اللدونة. أو إلى تعريف ثاني يسمون التعريف المختبري، اللي شخصت بالتعريف المختبري اللي إنه هو يعني الحد من محتوى الرطوبة حيث ينهار خيط من التربة عند لفه إلى قطر 3.18 ملي، هذا التعريف المختبري. والتعريف العام أو التعريف الهندسي هو محتوى الرطوبة أو نسبة محتوى الرطوبة اللي تتحول عند التربة من حالة البلاستيك الحالة اللدنة إلى الحالة شبه الصلبة. تمام؟ بهذه الحالة يعني راح ناخذ، يعتبر بالمناسبة يعني التعريف المختبري هو يسمونه تعريف يعني ارتبرتي كيس، انه يعني اختبار تعسفي الى حد ما، يرجع السبب مالته الى انه يقول لك كقيم رئيسية، يعني انه انت ما تقدر اعتمادا على نوع التجربة الجد ويتفتت هذا الخيط اللي احنا راح نسويه من التربة، لكن انه بصورة عامة هو الاختبار المعتمد لتحديد حد اللدونة. المعدات المستخدمة لإجراء حد اللدونة، نمبر 1 هو بوركلين ايفابوريشن ديش، طبق تبخير اللي من المادة البورسلين. ثاني سبلتا اللي هي ملعقة مسطحة، والثالث هو عبارة عن زجاجة بلاستيكية بلاستيك سيكونز بوتل ويز ووتر، زجاجة بلاستيكية قابلة للضغط تحتوي على ماء. والرابعة المويستر كان اللي هو احنا نسميه وعاء اللي راح نقيس بنسبة محتوى الرطوبة اللي نفس اللي اخذناه بالتجربة الاولى اللي هي قياس المحتوى الرطوبي. والجراوند جلاسز بليتة يقصد بها لوحة زجاجية ارضية على اساسها راح نفتت التربة ونسويها على شكل خيط رفيع ذات قطر معين. والبالانس ستيف اللي هو ميزان حساس. هسه اجراء خطوات التجربة، نمبر 1 بوت ابريتيونيتي اوف 20 غرام من الريسبونس الريبريزنتيف اير دراي سويا، يقصد بيه راح ناخذ كمية من التربة مقدارها 20 غرام نوزنها على الميزان الحساس، تربة تمثيلية جافة، وين جافة بالهواء العادي يعني جفافة. واهم شرط بيها عابرة من منخل رقم 200، اذا الشرط الاول جافة بالهواء اير دراي سوير سامبل، والثانية ايش تعتبر؟ تعتبر ان هي باست ثروف منخل رقم 240 سير انت بيركوليشن ايفابوريشن داش. وين تضع هذه؟ تضع داخل طبق تبخير اللي هو من الخزف او من البورسلين. بعد ذلك نمبر 2 اد الووتر فروم بلاستيك، مو احنا حضرنا احد الادوات المعدة الاكوبمنت هي انبوبة بلاستيك انبوبة زجاجية تحتوي على ماء، راح ناخذ كمية من هذا الماء نضعه فوق هذه التربة وتجري عملية الخلط. تمام. الخطوة الثالثة راح نحدد كثافة يعني كتلة او كثافة العلبة يعني الرطبة على ورق البيانات اللي هو اللي يمثل لنا ال W1، يعني الوزن الكتلة الرطبة يمثل لنا ال W1. بعد ذلك النقطة الرابعة نحدد احنا نسميها التربة الرطبة، من التربة الرطبة اللي حضرناها بخطوة رقم 2 راح ناخذ نقوم بإعداد كتل رطبة على شكل بيضوي، يعني ناخذ من عتها من هذه العجينة اللي حضرناها ناخذ كتل صغير على شكل بيضوي عن طريق الضغط عليها بأصابع اليد. تمام. الدور بعد افتر ذات الستيب الخطوة اللي بعدها
راح ناخذ احدى هذه الكتل البيضاويه اللي حددناها من النقطه رقم 4 وندحرجها على قطعه من الزجاج بهذا الشكل، وكانه هي مثل عجينه صارت البلاستيكيه. ناخذ هذه القطع الصغيره وهاي الزجاجه البلاستيكيه، ناخذ هاي القطعه وندحرجها باليد. لاحظ هسه هنا، خل اشوفكم اياها بشكل اوضح. لاحظ حركه اليد يدحرج الكره البيضاويه على راحه اليد، بحيث تتحول من كروي الى مستطيل تحت ايده، يعني انبوب مستطيلي تحت ايده، تحت ايد يعني التيستر الفاحص. فنقوم بدحرجتها على قطع من الزجاج الارضي. افتر ذات، بعد هذه العمليه راح نستخدم راحه اليد. هاي يقول لك يوزنج البليته يوزنج ذا بلام اوف يور هاند، استخدم راحه ايدك اللي موضحه بهذا الشكل. راح تتم عمليه الدحرجه معدل شقد، انتبه 80 ضربه في الدقيقه، يعني توقت مؤقت وتظل انت تدحرج بيها 80، بحيث تحصل قدر الامكان 80 دحرجه بمن بالدقيقه الواحده. حركة، وبالمناسبة الدحرجة مو بس للأمام، للأمام تعتبر حركة ورجوعها للخلف يعتبر حركة، يعني بالحركة الوحدة لإيدك أمام خلف حصلت ضربتين، تمام؟ وبهذا الشكل، بحيث حركة اليد للأمام هاي تشكل لنا ضربة كاملة. هاي شكل أمامك، ذا يقول لك the elastic of soil mass is being rolled into the third glass plate، يقصد بكتلة تربة بيضاوية الشكل تم يعني عملية لفها على شكل خيط، وين؟ على اللوح الزجاجي. النقطة رقم 6 when the third is being rolled، يقصد بها عندما يتم لف الخيط بالخطوة رقم 5، راح نصل إلى قطر يوصل 3.18، تمام؟ نقم بتقسيمه إلى عدة قطع صغيرة بيدك. أيضا الشكل من هذا الشكل إلى شكل يعني كتل بيضاوية جديدة. تكرر الخطوة مرة ثانية، أيضا تفتت الخيط عدة قطع إلى أن يوصل قطر 1%، تمام عيني؟ يتفتت الخيط بعملية دحرجة معينة، نفس الدحرجة تنعاد. بعد ذلك راح تقوم بتجميع القطع الصغيرة المتفتتة وتضعها يعني تضع الغطاء على العلبة، وراح تاخذ الووتر كونتينت الخاص بها، نحدد الووتر كونتينت، شو اسمه هذا الووتر كونتينت؟ W2. الدور بعد ما أخذنا عملية هذا توضع حوالي 24 ساعة، نخرج العلبة من الفرن ونشكل وزن جديد، ايش راح يصير عندنا؟ W3. فالW1 هو اثناء عملية المزج، والW2 بعد ما نجري مرتين خطوتين الى ثلاثة نعيد عملية الدحرجة، والW3 بعد ما ناخذ هاي العينة نضعها بالفرن ونسجل لها وزن. فصارت عندك ثلاث اوزان. هسه تحسب البلاستيك ليميت يساوي لنا الماس اوف مويستشر على الماس اوف دراي، يعني W2 ناقص W3 على W3 ناقص W1 في 100%. تمام عيني؟ بهذه الخطوة، هذا الجدول تتبعه بعملية إجراء التجربة، بتعمل الداتا شيت مع الجروب البحثي مالتك. فالماس اوف كان اللي هو W1 اللي هو كتلة يعني احنا اللي نسميه، هاي القيم اللي منطيها هنا هو لتجربة مجرات مسبقا، انت تاخذ القيم اللي تظهر لك بتجربة تجربة. رقم الوعاء الصغير اذا مرقب تضع رقم مالته، الماس مالته وزنه وهو فارغ تاخذه، الدور وزن الوعاء زائد وزن التربة الرطبة اثناء عملية الخلط بعد اتمام عملية الخلط ايش قد وزنهن تاخذهن، بعد ذلك تاخذ وزن يعني بعد ما عملية التفتيت، بعد ذلك تاخذ وزن الوعاء زائد وزن التربة الجافة بعد عملية تشفيفها بالفرن W3، بعد ذلك تحسب البلاستيك ليميت، تمام؟ وتحسب البلاستيسيتي اندكس، يساوي لك البلاستيسيتي اندكس الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. نفس التجربة اللي اجريت عليها الليكويد ليميت ليش اجرى عليها البلاستيك ليميت حتى تحسب البلاستيسيتي اندكس. بعد ذلك تحسب الاير كونتينت وهاي الجنرال كومنت تفيدك عند اجراء عملية المناقشة، اللي هي بصورة عامة راح تتكلم انت عن شنو سبب الليكويد ليميت، البلاستيسيتي اندكس، ايش قد نسبة الكوهيزف والتماسك بحبيبات التربة، شنو فرق التربة عن هاي التربة اللي لقيتها، ياها التربة اللي تحصل على بلاستيك او تفقد كمية الماء اللي خاصة بها بسهولة. وبهذا الشكل انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تتواصلون معنا. نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرات القادمة. دمتم بامان الله وحفظه.